رجعت فلسطين بعد أن باعت أوطانها للمستعمر الجديد. وهذا كما نقول هذا الذي يقع الآن هو من آخر بل هو من أجل حسنات ترامب، لأنه فضح هذه الأنظمة وأظهرها على حقيقتها. هذه الأنظمة الخائنة خيانتها معروفة منذ عقود وعقود طويلة، بل منذ أن قامت كل هذه الأنظمة من ملكيات وجمهوريات معروفة بالخيانة، معروفة بتضييع الأمانة. لكي أننا نأتي إلى المسجد الأقصى، قد حالت بيننا الحوائل لكي نكون معكم مناصرين، لكي نكون معكم مساندين، لكي ندافع عن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، لكن بدلا من ذلك فنحن نحج إلى هذه الأماكن نعتبرها نقطة للالتقاء بين المغرب الأقصى والمسجد الأقصى، لكي نقول لكم بأننا لم نتخلى ولم نتخلى عن القدس وعن المسجد الأقصى. وإن خذلكم حكامنا فإن الشعوب لن تخذل لكم، فإن الشعب المغربي لن يخذل لكم، لأن للمغاربة حارة هناك، وللمغاربة أعباب هناك، وللمغاربة أوقاف هناك، وللمغاربة قبلة هناك، فلا يمكن أن نتخلى، فدماؤنا ليست بأغلى من دمائكم. ولكن الآن خرجت خيانتها إلى العلن حتى يعرف القاسي والداني، حتى يعرف كل إنسان من هذه الشعوب المقهورة من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام حقيقة هذه الأنظمة. والآن بقيت الكلمة للشعوب، وهذه واحدة من كلمات الشعوب إن شاء الله التي ستسمع وستعلو وستعلو ونتوجه بالرسالة الثانية إلى المطبعين الخانعين، ونقول لهم: ها هو الشعب الفلسطيني بصموده البطولي أخزاكم كما يجب أن تخزون، ونطالب بإغلاق مكتب الاتصال وطرد سفير الغدر والقتل وسحب سفيرنا بتل أبيب أو سفيرهم بتل أبيب، وحاشا أن يكون سفيرنا، ووضع حد لهذا العته، هذا العته وهذا الجنون الذي يخرج عن كل منطق العقل، والذي لا يعبر عن نبض الشعب المغربي ولا عن التزام المغاربة الذين بحت حناجرهم. وأوقاتنا ليست بأغلى من أوقاتكم، وأرواحنا ليست بأغلى من أرواحكم، فداعا للقدس وللمسجد الأقصى نبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة القدس ومن أجل المسجد الأقصى. فتحية للأبطال، منكم نستفيد ومنكم نتعلم ومنكم نأخذ القدوة، فهيا ولبيا يا أسودة. تحية للمقاومة، تحية للمرابطين. أولا لقينا النداء وجهاد وقف التضامن مع الشعب الفلسطيني المنتصر بإذن الله في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم. كما ترون للأسف الشديد كانت وقفة سلمية، ولكن حرصت السلطات مدينة الرباط على منعها وعلى التصدي لها، بل في بعض الأحيان على دفن والاعتداء على بعض الواقفين فيها، وهذا شيء نأسف له ونحزن له. نحن في عاصمة الرباط، في بلد رئيس لجنة القدس، المفروض أن تكون هبة من داخل الرباط في اتجاه كل المدن المغربية للتعبير بالفعل عن استحقاق المغرب بأن يكون رئيسا للجنة القدس. الصدح في المسيرات المليونية بأن فلسطين أمانة والمقاومة أمانة والتطبيع خيانة. إذن نحن في انتظار أن يغلق مكتب الاتصال وأن يتم التكفير والتراجع عن هذه الخطيئة وهذا الخزي وهذا العار الذي ألحقه المسؤولون الرسميون بالمغرب، وحاشا أن يكون لصيقا بالمغرب وهو بلد محمد بن عبد الكريم الخطابي.